اشرب بروتين بعد التمرين بقد ايه يا كوتش؟ السلام عليكم. اشرب بروتين بعد التمرين بقد ايه يا كوتش؟ هل لو انا ما شربتش البروتين شيك بتاعي بعد التمرين كده فايدته راحت؟ هل لو انا ما اكلتش الوجبه الرئيسيه اللي فيها كميه بروتين عاليه بعد التمرين كده خلاص ما عادش ليها قيمه؟ انا اسمي محمود نبيل، مدرب لياقه بدنيه واخصائي تغذيه رياضيه ومحاضر في علوم الرياضه والصحه. النهارده ان شاء الله هكلمكم عن حاجه جديده شويه، جايز مش ناس كتير اتكلمت عنها، حاجه اسمها نافذه البناء العضلي. يعني ايه؟ خلينا نبتدي من الاول. لما بتاكل اكل جسمك بيبتدي يوزع عناصر الاكل ده على كل عضو من اعضائه بالتكافؤ. يعني مثلا بيبتدي ياخد البروتين يوديه للعضلات كلها بشكل متكافئ، ياخد مثلا الفيتامينز يودي كل فيتامين للعضو المسؤول عنه، يبتدي ياخد المينرالز يودي كل واحد مكانه. ولكن نافذه البناء العضلي يعني هيمنه جزء معين او عضله معينه في الجسم على باقي العضلات انها تاخد نصيب اعلى شويه من البروتين اللي جاي لها. مثلا انت بعد لما بتتمرن مثلا بايسبس، حالا العضله دي حصل فيها دامج، بدا يحصل فيها مايكرو تيرز وبدات انها تبقى انفليمد ويبتدي انها يحصل فيها تمزقات والكلام ده، وتبتدي تعمل ريكفري. علشان تعمل ريكفري بتاخد نسبه بروتين اعلى شويه مثلا من عضله الرجل اللي انت متمرنها بقالك تقريبا 3 4 ايام، تمام؟ فبالتالي عضله البايسبس اخذت نسبه اعلى من النسبه اللي كانت بتاخدها في المعتاد لانها في نافذه البناء العضلي، انها داخل فتره نافذه البناء العضلي. طيب مده نافذه البناء العضلي دي قد ايه؟ مدتها هي تقريبا فتره الريكفري بتاعه العضله، يعني بالنسبه للعضلات الصغيره ما بين 24 ل 48 ساعه، بالنسبه للعضلات الكبيره ما بين 48 ل 72 ساعه بعد التمرين. يعني انت لو اتمرنت دلوقتي مثلا بايسبس فبالتالي انت معاك 48 ساعه تدخل فيهم كميه بروتين لجسمك علشان يعمل ريكفري للعضله دي. بمعنى انك زي مثلا نزلت الجيم ونسيت البروتين شيك بتاعك في البيت، عادي جدا ولا اي حاجه، بتخلص تمرينك وبتروح البيت بتشرب البروتين بتاعك عادي جدا وهتبتدي تعمل نفس الريكفري تقريبا، مش هيكون فيه اي فرق. مثلا انت بتتمرن وعايز كميه البروتين بتاعتك اللي موجوده في الوجبه عايز تستفيد منها اكبر استفاده، فبالتالي بتخليها بعد التمرين على طول، بس بعد التمرين جالك مشوار فاضطريت انك تاكلها بعد التمرين مثلا بثلاث ساعات باربع ساعات ولا اي حاجه ومش هتفرق في اي حاجه خالص. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الموضوع عجبكم. لو عجبك الكونتنت ما تنساش تدعمني بلايك وكومنت وشير، ولو عايز تتابع معايا اونلاين هسيب رقم الواتساب بتاعي في الديسكريبشن بوكس.